السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عادل من النادي اليمني الكندي ومن منظمة أيضا يمن كرايسس دوت كوم. طبعا كما تعلمون أنه إحنا ما شاء الله شغالين في عريضة من سنة أعتقد 2017، وصراحة أخذت وقت طويل، وكان يعني مطلبنا أنه نحاول نحن نساعد اليمنيين اللاجئين، بذات اللاجئين في المخيمات، يعني إن كانوا في الأردن أو في مصر أو في ماليزيا أو في تركيا، ولهم سنين طويلة ولحد الآن يعني ما جالهمش القبول. زي ما تعرفوا أنه عشان تقدم لجوء إلى كندا ضروري تقدم عبر المنظمة المفوضية المتحدة للاجئين إذا كنت خارج كندا. فالمشكلة أن العملية هذه تأخذ وقت طويل جداً، زي ما قلنا لكم في ناس أعرفهم يعني لهم الآن 6 سنوات في الهند ولحد الآن ما فيش أي حل. إحنا طالبنا الحكومة بمطلب بسيط، يعني أسوة بإخواننا السوريين والذي حصلوا على إكزامشن معين، وكان فترته أعتقد أنه حدود 6 شهور إلى 9 شهور، وكذلك أخوتنا العراقيين، فإنهم على أساس أنه ما عاد فيش داعي أنه يكون عندهم، زي ما تقولوا ما يكونش عندهم يعني قبول من المفوضية عشان يقدموا لجوء لكندا. فتم إعفائهم من هذا البند، وما شاء الله دخلوا إخواننا السوريين، دخلوا عراقيين، وبعدين والأفغانيين، وكذلك الآن الأوكرانيين. فإحنا اللي بنطالب إنه مساواة بإخواننا الكنديين من الجنسيات المذكورة. فطلبنا العريضة هذه في سنة 2017 زي ما بتشوفوا هنا في موقعنا الذي هو yemencrisis.com. طبعا هنا في yemencrisis.com بتشوفوا انه بدأنا نشتغل في هذا العريضة في change.org، وحصلت الآن إلى حدود 300,000 توقيع، ولكنه يعني ما نجحش الموضوع، لأنه حتى رغم أنها فيها 300,000 توقيع ولكنه ما نجحش الموضوع. فاضطرينا أن احنا نتخذ خطوة ثانية، وهي على أساس أن احنا نشوف أو نحط العريضة في موقع البرلمان الكندي. زي ما بتشوفوا هنا طبعا الموضوع هنا محطوط طبعا كامل بالتفصيل. عريضة الحكومة الكندية عاجل قضية قبل أسبوعين، وقد تم إرسال العريضة المقترحة إلى أحد أعضاء البرلمان. زي ما بتشوفوا إحنا قدمنا العريضة هذه، تعتبر قد هي ثالث عريضة إن إحنا نقدمها. العريضات السابقة اللي تم طبعا العريضة يعني زي ما تعرفوا احنا ذكرنا وعلى اساس الرسائل اللي نشرناها للجميع انه نحيطكم علما بان النادي اليمني الكندي بادر بتقديم عريضه A3899 قبل اسبوعين، وقد تم ارسال العريضه المقترحه الى احد اعضاء البرلمان المصادقه على نشرها، ونشكر عضوه البرلمان إقراء خالد التي قامت بمصادقه الطلب واجازه نشر العريضه على موقع العرائض في البرلمان الكندي. والان اخيرا تم نشر العريضه A3899 وتم فتح باب التوقيع لجميع سكان كندا. نحن بحاجة إلى دعمكم من خلال توقيع العريضة لقبول مواطنين يمنيين كلاجئين من خلال تقديم نفس الدعم الممنوح للأوكرانيين والأفغان والسوريين والعراقيين، وهو مثال عالمي على التعاطف والإنسانية. لقد قام النادي اليمني الكندي أيضا نفس العريضة في عام 2019 اللي هي كانت A2261، وفي عام 2022 اللي هي A2442، ولكن طبعا للأسف لأنه تم إغلاق أو إحالة البرلمان مع الانتخابات فالتغتها العرائض. فهذه طبعا لدينا المحاولة الثالثة، ولن إن شاء الله بإذن الله ولن نتنازل عن إخواننا وأخواتنا اليمنيين. طبعا يعني العريضة عملناها لمدة 2 شهر، فبنحاول نجمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات. أنا طبعا بحاول أن أوريكم إن شاء الله كيف يتم توقيع العريضة، يعني شيء سهل جدا بإذن الله. فنحاول نحن نشوف. هذه طبعا رابطة العريضة تشوفوا هنا، هذه رابطة العريضة. فتدخل على هذا الموقع الذي هو الموقع تبع البرلمان الكندي.
اللي هو للعرائض، لطرح العرائض. طبعا زي ما بتشوفوا هنا تاريخها نزلناها الآن، طبعا انفتحت في 15 مارس الذي هو أمس الساعة 9:51 صباحا، وتم التصديق عليها من إقرا خالد ومن البرلمان على أساس يتم جمع التوقيعات. زي ما بتشوفوا الآن إلى الآن جمعنا ما شاء الله في خلال يومين. طبعا العرائض السابقة ما قدرناش نجمع العدد هذا في خلال 3 شهور، هذا يعني بعد كرهن في خلال 3 شهور، ولكنه ما شاء الله ما شاء الله اليمنيين هذا المرة تكاتفوا مع بعض وفي خلال يومين بس جمعنا 500. طبعا أقل عدد تجمع هو 500 صوت، ولكن احنا تعدينا ال 500 صوت في خلال يومين. زي ما تشوفوا هنا مقاطعة ألبرتا 81، بريتش كولومبيا 41 شخص، مانيتوبا 17، نيوفلاند 3، نوفا سكوشيا 14، بس اللي اكتسحت واللي دائما تكتسح هي أونتاريو 263 صوت. نشكركم يا شباب أونتاريو على جهدكم المعروف وال يعني والظاهر هنا في الـ في الـ في العريضة هذه، وإن شاء الله بإذن الله إخواننا طبعا المرتبة الثانية هم ألبرتا، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى إنه الإخوان في المدن الثانية إنه يجتهدوا، وحتى إذا ما بش يمنيين يحاولوا من إخواننا العرب من الغير العرب إنهم يتساعدوا في هذا العريضة. طبعا زي ما بتشوفوا هنا إحنا بنضغط عملية الساين ذا بيتيشن، هنا نضغط هذا الزر، بعدين هنا يطلب منك الاسم، مثلا الاسم الاول، يعني ضروري تكتبه بالعربي، مثلا اسمك الاول نيم، بعدين هنا الاسم الاخير لاست نيم مثلا، يعني او خلينا نكتبها الاسم الاول، هنا اللقب، يا سلام، الاسم الاول، بعدين هنا اللقب، وهنا تكتب البريد الإلكتروني، البريد الإلكتروني، وهنا تكتب رقم تلفونك، يعني طبعا ضروري يكون كندي 647 مثلا كذا 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 وخلاص. وهنا تكتب مثلا الدولة الذي هي كندا، ما قدرتش توقع من خارج كندا أعتقد، يعني invalid Canadian number، هذا ضروري البريد الإلكتروني والرقم يعني غلط، يعني باقي رقم تمام. وهنا مثلا تكتب المقاطع اللي انت فيها، مثلا انا من اونتاريو، اوكي هنا، بعدين هنا تكتب البوستال كود تبعك، بعدين هنا مثلا اي ام كانيديان سيتيزن او ريزيدنت، يعني تاشر هنا انك كندي او مقيم في كندا، وهنا انك اكنولجد وتوافق على الجايدنس او الجايد تبع البرلمان، يعني ضروري اذا حاب تقرا هذا كله تقرا. طبعا اذا ما تعرفش انجليزي كيف تعمل، تدخل على هذا تاخذ الرابط تحطه هنا، تجي هنا تحطه في الجوجل ترانسليت اللي هو مترجم، تحطه كذا بالطريقة هذه، وهنا بيترجم لك عربي كامل كل شيء بالعربي. ما هي العريضة الإلكترونية؟ يتم استخدام الالتماس الإلكتروني عريضة للفت الانتباه لقضية تهتم أو تهم المصلحة العامة أو المطالبة بأن مجلس العموم أو الحكومة الكندية أو وزير أو عضو مجلس النواب العموم اتخاذ طبعا ترجمة جوجل زي ما بتشوفوا، بس إنها ترجمة تفيد، فهذه ينفعكم، أو طريقة ترجمة العريضة أو طريقة ترجمة التفاصيل. حتى العريضة نفسها تقدر أنك تترجمها في جوجل على أساس أنك تعرف إيش بتقول العريضة هذه اللي حتوقع عليها، تجي تضغط على نفس الشيء وهنا بيترجم لك العريضة. طبعا ترجمة جوجل زي ما بتشوفوا هنا أشرح بالتفصيل. زي ما قلنا ننتقل إلى مرحلة أن احنا كيف نخلص، خلص ضروري توقع على هذا، توافق على هذا الشيء وتوافق على هذا الشيء، وتكتب الرموز هذه طبعا عشان يتحقق أنك يعني شخص حقيقي مش إلكتروني، وتعمل ساين، ويا سلام عليك تم التوقيع. فإن شاء الله بإذن الله يكون الشرح هذا مختصر ومفصل، أو مختصر أو يعني مش عارف أقول لكم، ولكن إن شاء الله يكون مفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب زي ما قلت لكم من زمان، يعني كان معانا العريضة السابقة الذي هي ما شاء الله وصلت إلى 300,000، ولكنه وين راحت مش موجودة هنا. ساين بيتيشن، هذه العريضة السابقة الذي هي إلى حد الآن وصلنا هذه إلى 291,000. طبعا هذه مفيدة أنك أيضا توقع عليها، ليش؟ لأنه هذه بتساعدنا على أساس إعلاميا في موضوع الشنجرج، وتوصل لعدد كبير، هذه حتنفعنا في موضوع الإعلام. بس مرة ثانية نشكركم. طبعا إذا في أي شيء بالنسبة للعريضة أو الأحداث أو أي شيء، طبعا بتقدروا تدخلوا تشوفوها في موقعنا الذي هو النادي اليمن الكندي، تقدر تدور في جوجل على النادي اليمن الكندي بيطلع لك الموقع أو صفحتنا على الفيسبوك،
أو تدخل على yemencrisis.com أيضا بتلقى كل التفاصيل. إن شاء الله بإذن الله بدعمكم وتكاتفكم بإذن الله ننجح كلنا كيمنيين وكعرب وككنديين بنوصل إلى أكبر عدد ممكن إن إحنا نكتسح هذا العريضة بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله الله يكتب لنا يكتب لكم ولنا الأجر بإذن الله في كل شخص بيستفيد من هذا العريضة. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.